فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، إذا كان الرجل لديه مرتب طيب لكن عليه ديون كثيرة، فهل يجوز إعطاءه من الزكاة؟ نعم، إذا كان لا يستطيع قضاء الدين إلا بعد مدة طويلة فلا بأس أن يقضى دينه. ولكن هنا مسألة يا أخواني ينبغي أن نلاحظها، وهي تربية الناس. يعني لو كنا نقضي كل دين قدمه إلينا إنسان شجعنا الناس على إيش؟ على الاستدانة، هو نهى عليهم وصار واحد يقول خلاص أبا أستدين 10,000 وإلى جاء رمضان رحت لفلان وأعطاني إياها. وهذه مسألة قل من يتفضل لها، لكن إنسان تعرف أنه حصل عليه خسائر أو أنه ذو عائلة كبيرة وليس وتعرف ما لهم مورد، هذا لو أعطيته. لكن يجي شباب يشتري السيارة ب100,000 هم من يجي لك يقول الله أنا مدين ب100,000 مع أنه يقدر يشتري السيارة بكم؟ نعم ب20,000 أو ب10,000، ليش تشتري ب20,000؟ فلهذا يجب أن نلاحظ هذا الشيء، وهي تربية الناس على عدم التهاون بالدين. والدين ليس هينا، الاستشهاد في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قدم إليه رجل ليس عليه دين ليس له وفاء لا يصلي عليه. شو أعظم مش أكبر من هذا؟ قدم جنازة الرسول ثم يتأخر وصلوا على صاحبكم، هذا شيء عظيم. كل هذا ليرتدع الناس عن الدين. ولما وهبت إليه امرأة نفسها ولم يكن له بها حاجة، قال بعض الحاضرين زوجنيها إن لم يكن بها حاجة، قال وش تعطيها من الصدق؟ قال أعطيها يزار. قال سهل المساعد وهو راوي الحديث ليس له رداء، جيب فقير ما عليه إلا إزار. قالوا إزار كيف تعطي إزار؟ إن أعطيتها إياه بقيت بلا إزار، وإن بقي عليك بقيت بلا مهر. دور مالك ما وجد شيئا، قال إن تمس ولو خاتم من حديد، فلم يجد ولا خاتم من حديد. وهل قال له الرسول استقرض من إخوانك؟ ما قال هذا، ولا قال استدل، ولا قال يكون مهر مؤجلا في ذمتك. قال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم، سورة كذا وكذا. قال فعلمها، هو مهرة. وهذا يدل على أن المهر يصح أن يكون منفعة لا نقودا ولا أمتعة، منفعة. وش المنفعة هنا؟ التعليم، تعليم القرآن، كما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام. كان مهره الذي لإحدى البنتين ما هو رعي الغنم. فالحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرشد إلى الاستدانة، فعليكم أنتم الحاضرون أن ترشدوا الناس إلى عدم التهاون بالاستدانة، وتبينوا مساكين يجون شباب الواحد عليه 200,000 300,000 مليون ريال شاب، كل هذا من أجل أنه يستدين، ولما حل الدين راح يستدين من الآخر حتى لا يحبس، وإلى حل الدين استدان من ثالث، وهل مجرى. نعم.